تسمع صوت الأذان وأنت ماشي بالشارع هذا لحاله شعور لا يوصف. الله أكبر الله أكبر. Can you accept not رمضان؟ الله أكبر. السلام عليكم، صباح الخير. معكم موسى الحلو بفيديو يوم العيد. حاليا نحن يوم العيد الصبح ورايح انا والاهل على صلاة العيد هون على الجامع بسويسرا، ومعنا طبعا كذا حدا من الاصدقاء مثل ما شايفين لابسين اللبسة تبع العيد والاصدقاء ينتظرون هناك. طبعا انا والوالدة طالعين بالسيارة لحالنا والبقية طالعين بالسيارة الثانية. راح نلتقي عند الجامع، ما بعرف انا اشوف وين الجامع، بس المفروض يكون قريب من هون تقريبا 10 دقائق مطرح ما بيروحوا عليه بالعاده. بدي احاول اشوف اذا في اجواء عيد هون بالجامع واذا في ناس كتير راح تجي، واشوف اذا ممكن اسال حدا شلون حاسين باجواء العيد هون بسويسرا. فخليكم معنا لنشوف. صحي وكل عام انتم بخير، ان شاء الله عيد سعيد. فوت على السياره. شو الجامعة مام مغربي؟ الساعة حاليا 7 الصبح، ما في حدا بالطريق، لا يعني ممكن كم حدا من الناس المسلمين شكلهم، يعني هون في يمكن جالي مسلمة ما؟ كتير في نسبة مسلمين بهاي المنطقة، ومبين انه رايحين يعني. هذا اخوي محمد، هذا اخوي محمد على الطريق راح اصوره هو ورفقاته. عمودي لا اطلعوا، قولوا حطوا لايك وسبسكرايب واشتركوا بالقناة. خليه يطلع موسى بعيد، تروحوا تعالوا اطلعوا اوصل. يلا سلام. خلي لكم الوالدة تشتغل معي شوي، صوري اذا بدك شوي ما هيك لي سوي زوم. هاي سيارة والدي اللي قدام مع رفقاته طالعين معها الجامعة. حاليا وصلنا على الجامع، طبعا الغاية هي بس اعرض الاجواء عند الجالية المسلمة بسويسرا لأفرجيكم شلون انه هون كمان الناس بتروح على الجامع بصلاة الجمعة بصلاة العيد حتى بالصلوات الخمس، يعني في ناس بتروح وبتصليهم الجامع في جوامع، يمكن مو يعني احلى شيء ما بتتقارن بجوامع الوطن العربي، بس بتضل يعني انه انت رايح على الجامع وعبتحي شعائر العيد او الشعائر الدينية. فرح انزل هلا واحاول افرجيكم شوي من الاجواء، خليكم معانا ماي فريند. بس طبعا اكيد تباعد اجتماعي ضروري. منظر مو كتير حلو بس مجبور. حاليا خلصنا الصلاة وهي العالم بلشت تطلع. صراحة كان في كتير عالم، ما توقعت أن يكون في هالكمية. والخطبة عليكم السلام ورحمة الله، والخطبة كانت بالفرنسي وبالعربي لأنه في نسبة منيحة ما بيحكوا عربي، عشان هيك سووا عربي وفرنسي. في كتير ناس يعني من أفريقيا يحكي مثلا جملة عربي ويرجع إلى حاب جملة فرنسي. Dans le jour de l'Aïd et avant le fait de faire la prière, يعني قبل الصلاة يكون ماذا؟ أخرج الزكاة. Avant la prière, il paye la زكاة. والله ماي فريند فكر حالي انا مظبط حالي جايب لبسه يعني شيء متأنق. والله الشباب اخواتنا بافريقيا كل واحد ضارب لبسه رائعه والله، والله الوان وشيء على كيف كيفك، وانا مفكر حالي ضارب لبسه ومجهجه انظم يعني. والله انت روح يا رجل، هذا مو معانا والله. رضا ايه رمضان مو رمضان، عيد مبارك. عيد مبارك. Je viens de la Sierra Leone, c'était bien passé, j'ai prié souvent ici et puis l'Aïd c'était bien passé. Et puis Alhamdulillah à vous aussi pour venir et puis
Que Dieu accepte notre Ramadan à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, monsieur. بسم الله الرحمن الرحيم أولا والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم يوم الجائزة بعد صيام شهر ولله الحمد. اليوم الجائزة واحد يصلي صلاة العيد بالمسجد هون الجائزة رب العالمين بيوزعها على عباده. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من يوم الجائزة من الفائزين. وهذا العيد أصلا هذا العيد للأطفال ونحن بغربة وبتعرف الغربة لازم دائما نضل بأجواء الحميمية أجواء الألفة أجواء التراحم ما بيننا. ونحن هون بسويسرا يعني الحمد لله الله أكرمنا أنه صلينا هذا العيد مع أجواء كورونا وأجواء قصص التباعد الاجتماعي بس الله أكرمنا الحمد لله وصلينا صلاة العيد مع لفيف من الشعب والجماهير من كل الأطياف من كل الجنسيات والله أكرمنا الحمد لله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله كل عام وكل عيد وانتم بكونوا عنا وتشوفونا ونشوفكم ان شاء الله يا رب. حسيت فرق انه عن سوريا كبير ولا مو هلا هو في فرق كبير كونه نحن بسوريا اجواءنا بتختلف كونه انه في اهلنا واصدقائنا وحياتنا بس كونه نحن كمان ببلاد غربه وعملنا هاي الاجواء وهي ان شاء الله ان شاء الله بنتم على هذا المبدا كرمال الاطفال يعيشوا على هالعادات والتقاليد وهالشعائر الدينية عادة وتقاليد وشعائر دينية لازم تتم أصلة فينا ونحن الحمد لله وإن شاء الله ما منتخلى عن اللي نحن فيه بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيك والله يكرمك الله يسلمك هاي الشباب إنك تعيش طقوس رمضان مع الأهل والأقارب والجيران إنك تسمع صوت الأذان وأنت ماشي بالشارع هذا لحاله شعور لا يوصف. مثل ما اشتلق فيه عدد منيح لأنه المسجد اليوم عطلي صدف عطلي بأوروبا كلها فغير هيك يعني كنا بدنا ننزل على الشغل مظبوط يوم كان عيد عند المسيحيه كمان يوم صدف لك عيد في كل اوروبا الله حيو الله حيو تقبل الله ابو موسى يعطيك العافيه ابو دهب الله يعافيك ميت اهلا وسهلا وين حضرتك عرف حالك حمص سوريا حمص اخي الله حيو اول شيء ايش هاللبس الحلو هذا حبيب قلبي ما شاء الله عليك شو الاجواء هون بتختلف عن حمص كتير الاجواء بتختلف لكن بتختلف بس الحمد لله يعني رب العالمين نحن عم نحاول نعمل اجواء عم نحاول انه يعني مشان الاطفال مشان كذا انه نحن نحس بجو العيد يعني الحمد لله الله ايش بتسوي ايش مشروعك بعد الصلاه والله هلا مشروع بعد الصلاه الحمد لله هيك بدنا نروح نزور الاصدقاء بعد منا على الساعه 10 11 ان شاء الله بنفطر هيك صينيه فتي هاي مستعود عليها من ايام حمص الله حيو الحمد لله معزومين يعني والله ميت اهلا وسهلا انت والحضور يلا يا شباب عنده مذهب هاي الوالد كمان بدي اقول لكم اول شيء السلام عليكم وينعاد عليكم بالصحه والسلامه وان شاء الله بلادنا العربيه كلها بخير 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 والسلام عليكم هاي ربطنا عندنا قيام الليل عزمه والله العظيم وين الاشتراك عندك اسحب الاشتراك من عندك كل عام وانتم بخير الحمد لله خلصنا من الصلاه ورايحين حاليا على البيت كل واحد طبعا توزع على بيته ضليت انا ووالدي رايحين على البيت كمان نفطر ونظبط امورنا وبعد نشوف وبعد جوله اصحاب او الاصحاب هن راح يجوا على بيتنا على حسب يعني بس يعني تقريبا صار عندكم فكره عن الموضوع شلون اجواء العيد هون باوروبا مثل ما شفتوا انه في كتير ناس بتجي وبتصلي وبتعيش الاجواء ومو مثل ما كثير اشخاص بفكروا انه مثلا هون ما في اجواء عيد او ما في جوامع او ما في ناس بتصلي لا الموضوع طبيعي يعني وفي اكثر من جامع ف نروح على البيت سلام الله بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر